الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي تصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخلاقه كانت كيف، قالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يعني إذا قال لك وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت كيف، أخلاق الرسول هي ما جاء في القرآن بس. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام طبق كل ما جاء في القرآن وبقى طبع له وشي مطبق فيه حقيقة، ماشي متكلف. عشان كده السيدة عائشة لما سألوها كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كلمة وجيزة لكن كلمة عجيبة، قالت: كان خلقه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. ده أجمل وأوضح وصف لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنت لو قدرت تتأسب النبي عليه الصلاة والسلام تطبق ما جاء في القرآن على نفسك، أي شيء جاء في القرآن تطبقه على نفسك بس، ده الموضوع كله. وأي شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تطبقه على نفسك وتدعو له الناس. باب العفو والصفح، دي بعدها بعض الأبواب المندرجة تحت حسن الخلق نتعلمها ونطبقها يا جماعة، مع أنه صعب الإنسان يغير أخلاقه بالمناسبة، هيجينا الكلام ده من الآثار والنصوص الصحيحة بعد شوية، لكن إذا حاول الإنسان وأخلص النية لله سبحانه وتعالى وحاول أن يحسن ويصلح أخلاقه وفقه الله عز وجل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأنت لما تبدأ في درب الهداية وفي طريق الاستقامة وتحسين الأخلاق، ربنا بيعينك وبيساعدك. فباب العفو والصفح ده من حسن الخلق العظيم جدا، إنك أنت تعفو عمن ظلمك وتصفح عمن ظلمك وأساء إليك، ودي الليلة قليلة جدا في الناس ونادرة جدا في الناس. تلقى زول دار ينتقم له من زول، تقول له يا أخي اعفو واصفح، يقول لك أنت ما عارفه سوى لي شنو؟ أنت ما عارفه قال لي شنو؟ أصلا العفو والصفح للزول اللي سوى لك شنو ده ذاته؟ وللزول اللي عمل لك شنو ده ذاته؟ يعني ما في عفو لزول أحسن لك، أصلا العفو للزول شنو يا جماعة؟ المقصود يعني العفو للزول أساء لك والزول ظلمك. فعن أنس رضي الله عنه، وأنس ده يا جماعة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أم سليم بنت ملحان جاءت به بأنس وكان صغيرا زي الأولاد الصغار دي، وقالت: يا رسول الله هذا أنيس، تصغير لأنس لأنه كان صغير، نادته بالتصغير، قالت: أنيس يخدمك، أنا جبت لك ده ولدي عشان يبقى خادم لك يا رسول الله، فادعوا الله له، بس ادعوا له والله بس بالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. دي رواية البخاري. وزاد غير البخاري: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته واغفر له وأدخله الجنة. اللهم أكثر ماله. أنس بن مالك قالوا لما جاء يموت كان عنده 60 بستان، 60 بستان وأموال كثيرة جدا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وولده وأكثر ولده. قال أنس بن مالك قال: دفنت بيدي هاتين 25 و100 من الولد. يعني كم؟ 125 ولد. قال: ليسوا من ولدي وإنما من ولدي.
وديل مش أولاده كلهم المية خمسة وعشرين ولد، ديل الماتوا من أولاده الدبنهم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وبكثرة المال والذرية والمغفرة ودخول الجنة. وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، في ناس كتار خدموا النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لكن أنس بن مالك أكثر من خدمه، عشان كذا لقب بخادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، الشاة يعني الخروف يعني البهيمة، وعملت فيها السم سممتها، فأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أكل منها، فجيء بها، قبضوها جابوها لما يعرفوا أنه ده فيه سم جابوها، فقيل يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال لا، عف عنا، مع أنها كانت دار تقتل منه، سممت النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، لو واحد نبذك سايب تنجمه، دي كانت دار تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، عف عنا. قال لا نقتلها، قال شنو؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهات، اللي هي اللحمة المعلقة، لما تفتح خشمك كبير وتطلع لسانك في لحمة معلقة من أعلى الحلق ونازلة تحت مدلدلة، قالوا دي اللهوات، وقيل ما حولها. المهم فأثرت في هذه الناحية من فم النبي عليه الصلاة والسلام السم. وأصل القصة إنه اليهودية دي سألت، قالت محمد ده أكثر حاجة بيحبها شنو؟ قالوا له الزراع. قالوا ليها زراع الشات، الليلة بيسموه الزينت مش كده؟ فقام مشت جاب الشات وسممت الحتة دي بالذات سم بتاع يهود، ودعت النبي عليه الصلاة والسلام وخطت له الشات المسمومة دي. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منها قطعة بأسنانه كده، أخبرته الشات أنها مسمومة، ودي معجزة لأنه رسول وسيد الأنبياء والمرسلين. لكن في جزء دخل يا جماعة، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، جزء بسيط قدر الله عز وجل ذلك لحكمة عنده سبحانه وتعالى. الشاهد إن رغم إنها كانت دار تقتله وسممته عليه الصلاة والسلام، قال أنا عفيت عنها. شوفوا العفو وشوفوا الصفح ده كيف. الليلة في ناس بيعملوا لنا حاجات أقل من ده بكثير، لا سممونا ولا حاجة، حاجات بسيطة. جارك ممكن يعمل راكوبة، يخد خشبة الراكوبة المرق في الحيطة، ممكن تكفله معاه شهرين لقدام، بس خدت هنو خدت الخشبة بتاعت الراكوبة، بس لا سممك ولا سمعك كلمة فارغة، رغم انه ده من حقوقه بالمناسبة. بنص الحديث في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره. حديث عديل كده في صحيح البخاري، قال ما في جار يمنع جاره إنه يخد خشبه في شنو؟ في الحيط. حتى لو بنيت إنت ده الحيطة دي واشتريت الطوب إنت وجبت الأسمنتي وجبت الرملة وجبت البنائين والمعلمين ودفعت القروش كلها، جارك ده ما ساهم معاك بتعريفة، جاي يعمل راكوبة ده يخد الخشبة أو الكمر، المهم حاجة ما تكون تأثر على شنو يا جماعة؟ على الحيطة، ما يجوز لك تمنع إلا إذا ترتب على ضرر، كان بتكسر الحيطة بتهدم الحيطة، معلش هنا بيجوز لك. طيب فده خلق عظيم يا جماعة، خلق العفو الصفح. وخلق العفو الصفح بسببه ربنا بيحبك، بيحبك عديد. ربنا قال: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى اللي بيعفو عن الناس ويقظم غيظه، فضل ربنا بيحبه وجعله في درجة الإحسان، درجة المحسنين، وهي أعلى درجة في الإسلام. الإسلام ده يا جماعة 3 درجات: إسلام تحت، أعلى منه الإيمان، أعلى من الإيمان والإسلام فوق درجة الإحسان،
وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الزول اللي بيعفو عن الناس ربنا بيحبه ويجعل من المحسنين، أعلى درجة في الإسلام تعفو بس. لكن العفو ذاته حار، لأنه الشيطان ما بيخليك، شياطين الجن والإنس. زول ظلمك تجي تعفو عنه، أخوانك أو أصحابك يقول لك والله أنت زول دي لها ساكت، بعد ما سوى لك ده كله يا أخي تعفو عنه؟ شياطين. وربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتعفو عن من ظلمك، تعفو عن من أخذ حقك. عشان كده جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة رجل ممن كان قبلنا، كان تاجرا ذا مال، عنده قروش وعنده أموال، تاجر، وكان يداين الناس، أي زول محتاج ليدين بديه، يقول لغلمانه ليس لنا عمل صالح، فداين الناس وتجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتجاوز الله عنه. لما جاء يموت ربنا تجاوز عن شنو يا جماعة؟ عن جميع سيئاته. ليه؟ لأنه كان بيعفل الناس، يداينهم يعفلهم. طيب، فده خلق عظيم جدا، خلق العفو والصفح. أيضا من حسن الخلق وأبواب حسن الخلق التحابب بين الناس، كونك تحب أخوك المسلم، أخوك المسلم يحبك، والمسلمين كلهم يحبوا بعضهم البعض، ده من أعظم أبواب حسن الخلق يا جماعة. حسن الخلق ده مش تبتسم بس، لا، فيه حاجات كثيرة، أبواب كثيرة. التحابب بين الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بالله، والذي نفسي بيده، والنفوسنا بيده منه، والأرواحنا بيده منه، الله سبحانه وتعالى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يعني والله. وناس كتار اللي بيحلفوا بغير الله، ناس وحات أبوي، وناس وحات أمي، وناس يقول لك أولادي دل في زيهم وحات أولادي، في زيهم كتار، وده شرك بالله. ما يجوز تحلف بأبوك ولا تحلف بأمك ولا بأولادك. واحدين يحلفوا بالملاح، واحدين يحلفوا بالكسرة، واحدين يحلفوا الفنانين بالمحبة والريدة، واحدين يحلفوا بالبنات، واحدين يحلفوا بشيوخهم، وحات سيدي فلان، وحات شيخي فلان، وحات أبويا الشيخ فلان، ده كله شرك بالله. لو حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم ده شرك وكفر بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك ده انت قال انه هين يا جماعة. النبي عليه الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى قال المشرك ما بيدخل الجنة لأنه الجنة عليه حرام. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلمة تقول ساكت توديك جهنم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، يعني غير المسلم ما بيدخل الجنة، لأن ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال ولا تسلموا حتى تحابوا، حتى نحن قلنا مسلمين كلنا، لكن كل ذول بكره الثاني، ومسلمين وعقيدتنا سليمة، لكن برضو بنكره بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ما الإسلام الكامل، ده ما الإسلام الكامل. الإسلام الكامل إنك تسلم وتحب شنو؟ الناس المسلمين، تحب الناس المسلمين. طيب،
قال وأمشوا السلامة تحابوا، يعني إذا داير يحصل المحبة بيناتكم كمسلمين سلموا على بعض. عشان كده الحسن البصري قال إن المصافحة تزيد في الود، والود هو الحب، لأن المصافحة في السلام. جيت ماشي بالشارع، إفشاء السلام يعني تنشر السلام، مش تسلم على الناس اللي بتعرفهم بس، لا، قال أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، اللي بتعرفه والما بتعرفه سلم عليه. الليلة والله في ناس عجيبين، أنا شفتهم بعيني دي كم مرة، مرات كثيرة، عدة مرات، يجي يلقى مجموعة من الناس وبيعرف حاج فلان، ازيك يا حاج فلان، ولا بقول السلام عليكم زاد، ازيك، ازيك دي شنو تابع لي وين، ازيك، ازيك يا حاج فلان، والباقي ما بسلم عليهم. دي ما السنة وده ما الدين يا جماعة. الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم شنو تعرف، كلهم تسلم عليهم. والناس ذات الآن السنة دي بقت عندهم غريبة، هسه لو جيت ماشي بالشارع لقيت واحد واقف وأول مرة أشوفه وأول مرة أشوفك، قلت له السلام عليكم، كيف أخبارك، أحوالك، تلقاه يستغرب، يكون منتظرك دار تقول له شنو، لأنه هو السلام على من عرفت ومن لم تعرف، دي بقت غريبة على الناس. وده كل غربة الدين وغربة شنو يا جماعة السنة. طيب قال وإياكم والبغضة، يعني التباغض، يعني التباغض هو الكراهية. المسلم ما يكره أخوه المسلم طالما كان موحد، إلا إذا بقى مشرك، زول بيستغيث بغير ربنا، زول مع له حجبات وتمايم وينده غير ربنا ويدعو غير الله ويكفر بالله، ده أكرهه لأنه ده أصلا مشرك. طيب قال لا أقول لكم تحلق الشعر فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لما تكره إخوانك المسلمين الموحدين دينك ماله، شفت زي المكان اللي بتحلق الشعر، شفت بتحط الشعر كيف، كمان الكر والبغض للموحدين وللمؤمنين بيحلق لك الدين بتاعك، زي ما المكنة بتحلق الشعر دينك بينتهي. من أبواب حسن الخلق أيضا المزاح مع الصبيان، والمزاح يعني المداعبة والهزار، يعني تهزر مع الصبي الصغير الطفل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي داخل بيت ناس أنس بن مالك، وأنس بن مالك عنده أخوه صغير اسمه عمير، وعمير ده طفل صغير كان عنده طير عصفورة خدتها في حاجة أو في قفص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي داخل بيت ناس أنس بن مالك بيلقى أخو أنس الصغير اللي هو عمير طفل ويلعب بالطيرة بتاعته، يقول لي يا أبا عمير، هو اسمه عمير لكن يكنيه ويدلعه، يا أبا عمير ما فعل النغير اللي هي الطيرة حقتك دي، أخبار شنو الطيرة دي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلق عظيم مع الصغار ومع الكبار، حتى مع البهائم، حتى مع البهائم، وعجينا الكلام، حتى مع الحيوانات عليه الصلاة والسلام. والليلة نادر من الناس الواحد يلاعب له طفل صغير، يا أخي لو طفله لو ولده، في ناس ناشفين جافين قلوبهم قاسية، الواحد تلقى مما ولده له ولده أو بيته دي ما حصل يوم شاله وقبله نهاية. زي الأعراب ذاك دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين تقريبا، فقال تقبلون صبيانكم، أنتم بتقبلوا أطفالكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال الأعرابي إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، ما حصل قبلت، عندي 10. وفي ناس زي ذيلا الليلة في المجتمع ده ذاته فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك؟
إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الزول اللي بيرحم الأطفال ويرحم الخلق وبذات الأطفال ده لأنه بيحتاجوا للرحمة وبيحتاجوا للعطف والشفقة والحنان. الما عنده رحمة في قلوبه تجاههم أو تجاه الخلق عموما الله ما بيرحمه. الله ما بيرحم. فالناس يتعلم يا جماعة مثل هذه الأخلاق. في ناس بيخجلوا، الواحد كونه يشيل طفله كده يغبل وبيخجل. ليه بيخجل؟ لأنه ربوه على الفظاظة والغلظة دي، ذو ناشف ربوه على الكلام ده. عشان كده بيشوف الحاجة دي غريبة. أو يجي داخل يغبل رأس أبوه أو يغبل يد أمه. في ناس بيخجلوا من الكلام ده وما بيسووا ذاته. بل في أكعب من ناس أكعب من ذيل. الواحد رأس أمه ما يغبلها ولا يد أمه، لكن يمشي لسيده وأبوه الشيخ ممكن يغبل له حد كراعه ومركوبه العفن ذاته. في ناس زي ديل في البلد دي، وديل اللخبط في البلد دي ذاته. طيب من فضائل حسن الخلق العظيمة جدا ما جاء من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما في حاجة في ميزان العبد، الميزان ده يوم القيامة عنده كفتان، كفة بجاي وكفة بجاي، واحدة للحسنات واحدة للسيئات. لأي واحد فينا، لأي زول فينا، ما في عمل للمؤمن يعني، لأنه الكافر ذاك أصلا والمشرك ما بيقول له حسن خلقك وين ولا كده. ربنا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حتى لو عامل فيه عنده حسن خلق وهو مشرك أو كافر، ده ما عنده أي حاجة، ما عنده أي حسنة، لأنه ربنا قال له حبط عنهم ما كانوا يعملون. الكلام ده عن الموحدين يا جماعة. فأعظم شيء في ميزان الموحد، أعظم عمل وأدقى العمل من الحسنات وأدقى الحسنات عنده حسن الخلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن، لأنه شوف الموحد ما قال الناس، لأنه كلام ده خاص بالموحدين، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الزول العجز إنه ما يقدر يغيم الليل وما يقدر يصوم صيام النافلة بالنهار، لكن عنده أخلاق حسنة، ده بيلحق القائم الليل والصائم النهار، في الأجر بيكونوا يا جماعة سواء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش هو الذي يقول كلاما زائدا في الحد على الكلام السيء. في زول كلامه سيء، دي مصيبة. في زول فاحش عديل. الفاحش ده كلامه أسوأ من الزول الكلام السيء، لأن الفحش هو الزيادة في الحد على الكلام السيء، هو الزيادة في الحد على الكلام شنو؟ السيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان فاحش، طبعه ما كان فاحش ولا متفحش. طيب متفحش يعني شنو؟ المتفحش ده ما بيكون طبعه فاحش، لكن بتصنع الفحش، ده المتفحش بيتكلف الفحش، يلقط الألفاظ الفاحشة ويتصنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا كان فاحش ولا كان متفحش، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قالوا: أنا أكلمكم، هل دايرين أكلمكم بأحب مسلم لي أنا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأقرب واحد مني يوم القيامة بيقعد جنبي،
أقرب مسلم يقعد جنبي يوم القيامة، وأحب واحد أنا بحبه سكتوا، كرر لهم مرتين أو ثلاثة. قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا. بالله ده ما فضل عظيم، أقرب زول للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأحب إنسان للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة منو يا جماعة؟ أحسنكم خلقا. يبقى ده بيحمسنا إننا كل زول يتطبع ويحسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أي حاجتين يخيرون بيناتهم، يعني يعمل دي يعمل دي، بيشوف شنو يا جماعة؟ الأسهل. ما لم يكن إثما، وانتبه للكلمة دي مهمة، لأنه الليلة عندنا بالذات في السودان تقول لا يا أخ ده حرام، ربنا قال كده في القرآن، وتدي الآيات والأحاديث الصحيحة، يقول لك مولانا الدين يوسف، أو يقول لك إلا اختار أيسرهما. لا لا، السيدة عائشة قالت ما لم يكن شنو؟ إثما، ما لم يكن حراما. قالت فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. إذا كان شيء حرام النبي صلى الله عليه وسلم بيكون أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. أبدا قالت الرسول عليه الصلاة والسلام من أخلاقه الحسنة ما انتغم لنفسه، بدليل قبيل المرأة اليهودية السممته النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنها، لكن لما يسمم معه واحد ثاني من الصحابة أكل ومات. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سلم المرأة اليهودية لأهل ذلك الصحابي المقتول فقتلوها، لكن حقه النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا حاجة في الدين، إلا أن تنتهك حرمات الله هنا فينتقم لله عز وجل. فإنت اتعلم كده، انتقامك خليه لله في الدين. زول لخبط الدين وخرمج الدين وضلل المسلمين، ده أنت تنتقم منه. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. الأخلاق دي ربنا سبحانه وتعالى قسمها بين الناس، قسمها بين الناس زي ما قسم الأرزاق وأرزاق كل زول من الناس قسموا له، كذلك الأخلاق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. من علامات سوء الخلق، در تعرف الزول ده أخلاقه حسنة ولا سيئة، في بعض الأعمال كثيرة لكن نذكر نماذج منها. واحد، الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح يعني شنو الشح؟ الشح قال العلامة زيد المدخلي رحمه الله هو أشد البخل. مش زول طماع وبخيل، ده فات مرحلة الطمع والبخل ذاته بغادي، ده اسمه الشحيح، ويسمى عمله هذا وصفته هذه الشح. قيل: وهو الذي يحرص على جمع المال ولا ينفق منه شيئا، ده الشحيح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. زول جاهد في سبيل الله، العلماء قالوا إما بالسيف يعني القتال المعركة يكون جهاد صحيح، أو جهاد أهل البدع والمشركين بالحج والبيان. البجاهد بأي نوع من أنواع الجهاد ما يجتمع تعبه والدخان اللي قفل الجهاد والغبار مع دخان جهنم، يعني ما يدخل النار. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
زول طماع وشحيح وبخيل، ما الإيمان والبخل بتاعه ده في قلبه أبدا، يا بخل يا شنو إيمان. لكن العلماء قالوا المقصود هنا لا يجتمع الإيمان في قلب عبد أبدا، الإيمان الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ينقص إيمانه، يعني ينقص يا جماعة إيمان، يعني الإيمان الكامل ما يكون عنده إيمان كامل. وعن عبد الله بن ربيعة رحمه الله قال كنا جلوسا عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، تكلموا عن زول وتكلموا في أخلاقه، فقال عبد الله ابن مسعود أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال لهم لو قطعت رأسه بالسيف عديل بتقدر تلصق الرأس تاني يبقى حي تاني؟ قالوا لا. قال فيده، طيب لو قطعت يده وقعت وتاني لصقتها بترجع؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. عشان كده الأخلاق من الصعب تتغير، ولكنها يسيرة، ولكن هذا الأمر يسير على من يسره الله تعالى عليه. لكن دي قاعدة أخذوها، إنه زول طبع على خلق تلقى زول صعب، زول بخيل، زول كده ممكن يتغير بالدين وبالإسلام وبالقرآن، لكن في الغالب أكثر الناس ما بتغير، اللي بيطبع على شيء في الغالب ما بتغير. ده كلام عبد الله بن مسعود. قال لهم راسه لو قطعتوه بترجعوه تاني يبقى حي؟ قالوا لا. اليد الكراع؟ قالوا لا. قال كذلك ما حتقدر تغير أخلاقه. طيب ليه؟ قال لهم إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة، لأن ابن مسعود هو راوي الحديث لو مذكر إنه إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر، فهو الروى ذاك، عشان كده عنده هنا برضو الرواية للحديث ذاك. قال لهم إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه. الرواية دي فيها زيادة فائدة مهمة، رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا، يعني مع الرزق ومع الأجل ومع الشقي أو سعيد، الرواية دي زادتنا فائدة. وهو شنو؟ الخلق ده بيكتبوه من جوا بطن أمك، أخلاقك حتكون كيف؟ والله زول بخيل، زول جبار، زول كعب، زول كويس، زول كريم، دي بيكتبوها من جوا. ده بس أنا حبيت أوضح يعني بالمعنى. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا أو إذا فقهوا. كله صحيح، أحسن المسلمين إسلاما هم أحسن الناس أخلاقا، لكن بشرط إذا بقى عنده فقه وعنده علم، لأنه كمان حسن الخلق مع الجهل ما ينفع. من حسن الخلق قلنا الكرم، أها أقاموا الصلاة وده واقف في الباب جو ضيوف اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا، وصلاة الجمعة الإمام ركب المنبر، لا 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 تتفضلوا، وضيع صلاة الواجبة، هل ده حسن خلق؟ ده ما حسن خلق، لأنه ده ما عنده فقه أصلا. فكده النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، يكون عنده فقه وعلم في الدين. وعن ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. زيد بن ثابت الصحابي الجليل. ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحدا أجل، يعني عنده مكانة وعنده هيبة إذا جلس مع الرجال، ما شفت زول أهيب وأجل منه إذا جلس مع الرجال. أما إذا دخل بيته
مع زوجته أو مع أطفاله قال برضو ما رأيت زول أفكه منه، ربما كان بيحكي لهم يعني بتاع فكاهة مع ناس بيته جوا، بتاع فكاهة وكلامه طيب ويضحكهم ويداعبهم. أما لما نجلس مع القوم مع الرجال ما في إنسان أجل ولا أهيب منه. الصحابة كانوا كده. عشان كده أيضا أتى البخاري في نفس الكتاب الأدب المفرد عن الصحابة قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يتبادحون يعني شنو؟ يفلقوا بعض بالقشر بتاع البطيخ. الصحابة مع بعض يمزحوا مع بعض يفلقوا بعض بقشر البطيخ، لأنه ما بيعوق حاجة فيها المداعبة والمزاح الحلال والمباح. لكن قالوا إذا كانت الحقائق دورة المعركة والغزوة كانوا هم الرجال. فالإسلام ما منعنا جماعة من المزاح إذا ما كان يخالف الدين، إذا ما كان فيه كذب. نحن لا بنهزر كثير وبنمزح كثير لكن بنكذب إلا من رحم الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة ورأت طفلا صغيرا فقالت يا غلام تعال هاك التمرة، قالت تعال هاك البلحة دي. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطه، لو ما أديتي التمرة دي لكتبت عليك كذبة. يبقى ما في حاجة اسمه كذبة بيضة، ما في كلام بتاع المسلسلات الفارغة دي، ده كلام باطل. ما في حاجة اسمه كذبة بيضة، الكذب كذب. وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل لزوجته. وحديث الرجل لزوجته شيخ الألباني قال كثير من الناس بيفهموا غلط، قال يوعده يقول له أنا حجيب لك مثلا توب ويكون كذاب، تكتب عليه شنو كذبة طوالي، دي كذبة حرام. والكذب من الكبائر يا جماعة ما من الصغائر، دي معلومة لازم تعرفوها. الكذب كله من الكبائر ما من الصغائر، كله كان بالهزار ولا بالجد ولا كده، كله من الكبائر. أما حديث الرجل لزوجته الذي أباح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب هو كلام الحب والغرام، يقول لا أنت أجمل من القمر وكذا وكذا، ده المباح فيه والكذب، لأنه هي ما زي القمر أصلا، لكن ده المباح فيه والكذب. أما توعيدة تقول لا حجيب ليك أو حشتري ليك وإنت تكون كذاب، ده كذب عديل حرام من الكبائر. طيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أربع خلال، يعني في أربع خصال، إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. في أربع حاجات لو الله أداك ليها وحستها تمام وتوفرت فيك ما يضرك إنه عندك قروش ولا مفلس ولا فقران، ده كله ما بضرك. الحاجة الأولى شنو؟ قال حسن خليقة، تكون أخلاقك حسنة. الثانية وعفاف طعمة، طعمتك مالها حلال، أكلك حلال ما بتجيب حرام. الليلة كثير من الجماعة واحد تقول له يا شيخنا ده ربا، حسه في الشغل الحاصل ده، أقول لك قروش بقروش، أقول لك اكتب لي شيك بمية بديك كاش 80، صح ولا ما صح؟ ده ربا عديل كده ما في اي لولوه. لو جوزوا لك علماء الدنيا لابسين عمام ديل كت، حرام وربا، برضه ربا وحرام. المهم قال وعفاف طعمه، تاكل من حلال. لا في واحدين موظفين في مواقع حساسه تقول له يا اخي الرشوه ده حرام، يقول لك نحن الحرام لاقينه يا اخي جيب. وزول اللي بياكل حرام ربنا بودي النار، انت قال حتاكل وخلاص والموضوع انتهى، تدخل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به. قال وعفاف طعمة وصدق حديث، زول صادق ما بيكذب،
وحفظ أمانة. زول ادو أمانة حفظها. والأمانة هنا تشمل أمانة الناس وتشمل الأمانة التي أمنك الله عليها، وهي أمانة العقيدة والتوحيد والدين. تحافظ على عباداتك وتوحد الله عز وجل براو، لأن ربنا ما خلقك إلا عشان توحد وتفرد بالعبادة، وما تشرك به أحد، لا شيخ طريقة لا فقيه لا قبة لا قبر لا غيره. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى ليعبدون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. وصح الحديث أيضا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وسبحان الله يا جماعة، حسن الخلق، الزول اللي بيكون حسن الأخلاق، ربنا سبحانه وتعالى بيدي قروش، بينعم عليه وبيوسع له في رزقه. كما جاء الحديث في صحيح الجامع الصغير، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام يزدن في الأعمار ويعمرن الديار. حديث صحيح. حسن الخلق تكلمنا عنه، وحسن الجوار يعني تحسن لجيرانك في السكن، جيرانك كلهم، أو في العمل جارك صديقك، أو في السفر جارك جنبك. وإن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام، الثلاثة ديل يعمرن الديار. زول تلقى بيته عامر عفش ما شاء الله، والأكل راقد، والأي شيء راقد. تعمل الثلاثة حاجات دي، حسن الخلق وحسن الجوار وصلة يا جماعة الأرحام. يعمرنا الديار يعني ربنا يزيدك رزق، تعمر به ديارك وبيتك. ويزدنا في الأعمار، عمرك يبقى شنو؟ عمرك طويل. والعمر الطويل مع صلاح العمل، مع العمل الصالح، خير يا جماعة ما شر. زمان حبوباتنا كان يقول لك الزول الكعب عمر يبقى طويل، الكلام ده ما صح. والزول الكويس يقول لك ربنا بيقتله بدري بدري، الكلام ده ما صح. العمر الطويل مع حسن العمل ده أفضل شيء، أمر طيب، لأنك حتزداد من شنو؟ الحسنات. وحتى لو أنت مسيء سيء يكون عندك فرصة إنك شنو؟ إنك تتوب. طيب، وفي ذلك أحاديث صحيحة. من علامات سوء الخلق كثرة اللعن، وده كثير الليلة بالذات في لسان النسوان. الولد انكسر كوباية، ولده سايب في البيت، الله يلعنك يا ملعون يا منعول. وبعدين يجيبوا بروايات كمان، ملعون ومنعول وكله باطل. كثرة اللعن من صفات سوء الخلق، ومن أسباب دخول النار، نار جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعنة وتكثرن الشكاة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وتكثر اللعن، كثرة اللعن كان عند الرجال ولا النسوان، بتدخل النار. وعلامة من علامات سوء الخلق، وجاء في الحديث معناه أنك إذا لعنت إنسان، قلت له ملعون الكلمة دي، تصعد إلى السماء، تمشي فوق السماء، فتغلق دونها أبواب السماء، فتنزل إلى الأرض، فتذهب إلى من لعنته، فإن كان يستحق اللعنة وقعت عليه، وإن لم يكن يستحقها رجعت عليك، تبقى أنت الملعون. كلمة الناس بيقولها زي شوف بالصوت الواطي كيف كله. طيب، عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. ألأم الأخلاق، ألأم الأخلاق وأسوأ سوء الخلق هو شنو؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ألأم أخلاق المؤمن الفحش،
والفحش هنا مقصود به في الأثر ده بالذات العلماء قالوا ربما يكون الفحش فسرناه قبيل إنه الزيادة في السوء على الكلام السيء، لكن هنا قال العلماء الفحش يعني الغلظة والبغض والجفاء، قالوا ده ألأم الأخلاق المؤمن الفحش. يبقى الفاحش هو أكثر إنسان لئيم من أبواب حسن الخلق، الزيارة للمؤمنين وتفقد المؤمنين، تزور أخوانك المسلمين، تمشي لهم في البيوت، تسلم عليهم، تشوف العيام منو واللي انقطع منو والمحتاج منو وتسلم عليهم وتتفقد أحوالهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. الله يقول لك كده، زول بس يزور أخوه، بس يزوره أو يعوده، الفرق بين الزيارة والعيادة، العيادة يعني لو كان عيان، والزيارة أعمى عيان أو معيان. فزرت أخوك، مشيت له في البيت، ربنا يقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، بس تزور أخوك بس، ربنا يدخلك الجنة ويوعدك بالجنة، لا يخلف الله الميعاد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، في واحد مشى له صاحبه في قرية، قرية ثانية، فأرصد الله له ملكا، ربنا رسل له ملك في الطريق على مدرجتي يعني على طريقي، فقال للرجل: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: أنت ماشي وين؟ قال: ماشي لصاحبينا في القرية دي. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني عندك معه حاجة بتطلبها أو دين ماشي تشيله أو مصلحة دنيوية؟ قال: لا، إني أحبه في الله، أنا ماشي أزوره لأنه بس بحبه في الله، بس ما عندي معه أي مصلحة دنيوية. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. دي فضائل عظيمة بأعمال، شنو يا جماعة؟ أعمال بسيطة جدا وما بتتعبك. وعن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية، أبي العالية التابعي الجليل، وعليه ثياب صوف، يعني بعد ذلك يورينا الزيارة ذاتها آداب شنو. فجاء واحد لأبو العالية وعليه ثياب بتاع الصوف، يعني عامل فيها زاهد، عامل فيها زاهد زي الجماعة اللي بيلبسوا الآن أخضر ومرقع وتلقى ماشي حفيان شايل بريك فيه كم كيلو طحالب ولافي ومفلفل شعره وعامل فيها زاهد، ده ما من الدين في شيء. شوف السلف كان بيقولوا كيف. وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، ثياب اليهود والنصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. المهم قال: إنما هذه ثياب الرهبان. جاي يزوره لما لقى هدومه عامل فيها زاهد، نهره ونصحه، قال: إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، يعني من آداب الزيارة عند المسلمين إنك تلبس شنو؟ أجمل الثياب وتمشي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب جاب له جبة وقال له: تجمل بها للوفود اللي بيجي يزوره. تفضل. من أبواب حسن الخلق أيضا إجلال الكبير، كبير السن، الإنسان الكبير في سنه تحترمه وتجله وتخدمه، ده من أعظم علامات حسن الخلق. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، الزول اللي بيجل ربنا سبحانه وتعالى حقا، إكرام ذي الشيبة المسلم. ذي الشيبة المسلم يعني الزول الكبير في سنه لحد ما بقى عنده شيب،
كونك تجل الكبير وتحترمه ده من إجلالك لله سبحانه وتعالى. وكونك ما تحترم كبير السن المسلم معناته أنت ما بتجل ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي. قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وكمان حافظ القرآن تحترمه وتكرمه، لكن ما أي زول حافظ القرآن، لأنه في حفاظ القرآن الآن بيقوا مداحين، ده ما استفاد من القرآن أي شيء، مداح بالصورة الخطأ يعني، ده ما استفاد من القرآن أي حد. أو تلقى حافظ قرآن لكن بيشحت بالقرآن، جعل القرآن زي السلعة زي البضاعة يأكل بها، وزي بعض الناس بعض بتاعنا الرغية تلقى يقول لك الجلسة الخاصة بثلاثة مليون بتاعت الرغية، والمصحف كله بمية جنيه، تقرأ لي صفحة واحدة أديك ثلاثة مليون؟ هذا كلام باطل وما صحيح، دي تجارة بالقرآن وده باطل، كله في باطل وبدعة محرم لا يجوز. وهموا الناس بمخهم، يجي المرأة يقرأ لها عشان تجيه تاني يقول لها فيك 13 شيطان، خلاص ليه عشان تجي تاني يقول لها محتاج لك 13 جلسة، كله شيطان بجلسة وهو أكبر شيطان. فده وهموا الناس ودخلوا فيهم وهم عشان يأكلوا قروشهم، لأنه كل جلسة من 13 جلسة دي بمليون، هذه كم؟ فده شغل بتاع جرام وما عنده أي علاقة الكلام ده بالدين، وصعب للناس الرغية. يقول لك اوعك ترغي لأنه الشيطان بخش فيك انت ذاتك، لا لك الضاب. الرغية دي يا أخي ممكن تقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة، هذول يبقى كويس إذا أصل ربنا كتب له الشفاء، تقرأ له سورة الفاتحة دي وهي الشافية من أسمائها، زي ما الصحابة قالوا لزعيم القبيلة بالفاتحة فقط، شوفي طوالي طوالي شوف. عندك ناس عندهم إيمان وتصديق، الآن ناس الرغية يغشوا الناس يقول لك لا 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 اوعك تقرأ، ليه؟ عشان هو يقرأ، عشان هو يلقى القروش، ما له هو أي مسلم قرأ ما بزول حيجي لزول ده. طيب غير الجافي، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. زول ما بيرحم الصغير من المسلمين ويعرف حق الكبير في السن من المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليس منا. بعد يجوك جماعة العلمانيين والشيوعيين يقول لك لا لا نحن دارين حقوق الإنسان، لأن الإسلام ده يضطهد الإنسانية، ده حقوق الإنسان ما موجودة في أي نظام من الأنظمة العالمية، زي حقوق الإنسان التي في الكتاب والسنة في القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودين الإسلام ذهب إلى أبعد من حقوق الإنسان، ذهب إلى حقوق الحيوان، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب كديسة، يعني حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فعذبت فيها فدخلت فيها النار. ياتوا نظام من الأنظمة العالمية فيه كلام زي ده. بل ذهب الإسلام إلى أبعد من حقوق الإنسان وحقوق الحيوان إلى حقوق النباتات الشجر. جاء في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة، القيامة قامت، تاني بزول بيتذكر زول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إذا قامت الساعة وحصل ده كله قال وفي يد أحدكم فسيلة. الفسيلة هي الشتلة بتاعت النخلة الصغيرة، الشتلة بتاعت النخلة الصغيرة اللي بيزرعوها دي اسمها الفسيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا الغيامة قامت وإنت شايل لك شتلة بتاعت نخلة، قال فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. حقوق الشجر. طيب وعن يوسف ابن عبد الله ابن سلام
قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يقال يوسف ويؤسف ويوسف، الثلاثة صحيحات من ناحية اللغة. طيب سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. طفل صغير قال لي نمره واحد الرسول سماني يوسف، لأنه ده اسم نبي من الأنبياء، وفيه استحباب التسمية بأسماء الأنبياء. الناس الليلة سموا أولادكم بأسماء الأنبياء والرسل، وسموا بناتكم بأسماء أمهات المؤمنين وأسماء الصحابيات. الليلة بنات بيسموا تسميات بذات البنات أسماء غريبة، كيرينج وما بقى، بس ما ذات عجيبة، إذا دار تنطق لسانك ممكن يدعوي. أسماء بتاعت كفار جابوها من المسلسلات المدبلجة ومن وين ومن الأفلام الهندية ومن غيره ومن غيره ومن غيره. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام سماني يوسف، واحد، وأقعدني على حجره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشيل الأطفال، ويوم شال طفل وخدته في صدره، وكان راقد النبي صلى الله عليه وسلم، الطفل باله في صدره فدعا بماء فرشه على البول، لأنه ما كان أكل الطعام، فرشه على البول يعني غسل المحل. الليلة الطفل لو ريل فيك ساكت واحد تلقى زاجها ممكن يفينا الشافع ذاته، وده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ومسح على شنو؟ على رأسي. شوف الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار، من بل هو أعظم أبواب حسن الخلق، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو المحافظة على حق الله عليك. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. الرجل ما قصد، لكن الكلمة اللي قال دي ما شاء الله وشئت، الكلمة بالواو، الواو تقتضي التسوية بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال لي جعلت لله ندا؟ الله ما عنده شريك ولا عنده نديد، ما تخد تاني مع ربنا، ما شاء الله وحده. يعني لو دار تقول ما تقول ما شاء الله وشاء محمد، أو ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله شنو؟ وحده. زي الناس الليلة يقول لك توكلت على الله وعليك، ده باطل يا جماعة. التوكل يكون على الله وحده، التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. إذا كان ده النبي عليه الصلاة والسلام ما رضى إنه يخدته مع ربنا بالواو التي تقتضي التسوية، الليلة في ناس عن قال ساكت خدت نفس مع الله، مشكلة وبس. في ناس قالوا هم أعظم من الله ذاته. مشينا محكمة من المحكمات في بعض البلدان، دخلوا جماعة عندهم قضية في واطة، مشكلة في واطة، معاهم العمدة بتاعهم، العمدة بعرفه بيعرفني. فجاء طالب بعد القضية انتهت قال لي عارف حصل شنو يا مزمل؟ قلت له ما عارف. قال لي الأرض حقتنا جماعة المصلبتين، والقاضي داري يحلفهم بالله، قالوا بيحلفوا. قال المحامي حقي قال للقاضي ما تحلفهم بالله، لأنه بيحلف بالله بالكذب ساي، لكن حلفهم بالشيخ، ما بيقدر يحلف بالشيخ بالكذب أبدا، لكن بيحلف بالله بالكذب. المهم قال اتفقوا وحكموا لهم مش يحلفوا في قبة الشيخ الفلاني في آخر أربعاء من الشهر، لأنه قالوا ذا النظام بتاع الشيخ كده، شيخ ميته يحلفوا به، ده تعظيم للشيخ أكثر من تعظيم لمن يا جماعة؟ لربنا يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يؤتى بهذه الواو التي تقتضي التسوية، مع أنه الرجل ما قاصد، وده الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه الليلة لما نقول الكلام ده في التوحيد بعض الناس يقول لك لا لا نبذت الأولياء، لأن ما نبذناه، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لي جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. دي كانت قراءة سريعة
في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بتحقيق الشيخ الألباني وتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أبواب حسن الخلق والآداب التي ينبغي أن تكون لكل مسلم مع ربه ومع الخلق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله. أي ما يجوز، نهينا أن نلعن البهيمة، في نهي، في نهي عن لعن البهائم إلا ما جاء في النصوص الشرعية الاستثناء بلعنه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. زول يقوم يقول: والله يا أخي أنا مرتي دي لو ولدت 10 سنة ما ولدت، قال لو ولدت بشيل خروف امشي اطبعه في القبة في القبر بتاع الشيخ. مرته ربنا قدر ولدت، يشيل خروف يمشي يطبعه، ده ملعون لأنه ذبح لغير الله. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا. لكن ذاته لعن بيكون بالعموم، تقول لعن الله من لعن والديه يكون بالعموم، لكن بالعموم كده، لكن سوى ذلك نهينا عن اللعن حتى عن لعن البهائم إلا ما استثني. العقرب النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، العقرب ممكن تلعنه، لكن باقي البهائم الإبل والبقر والغنم والحمير وغيرها ما يجوز تلعن، حتى لو غلطت عليك ما يجوز تلعن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقيم الليل بيصلي، لدغته عقرب، لدغته عقرب للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لعن الله العقرب، لا تعرف نبيا ولا غير نبي. وده فيه رد على جماعة اللي بيعملوا حجبات، يقول لك حجاب، يقول لك ده مين العقرب ومين الدبيب، والرسول لدغته عقرب، يقول لك لا ده قرآن، الرسول نزل عليه القرآن وبرضه العقرب شنو لدغته. لكن الحجبات دي حتى لو فيها شيء منع، ده شيطان، ده ما شغل قرآن، ده شغل شياطين. حجبات دي كلها شغل شياطين، كلها من أول إلى آخر. الكذب في المزاح حرام ومن الكبائر. كان جادي ولا بتمزح؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت أو لبيت في ربض الجنة، تعد لمن ترك الجدال ولو كان محقا، ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الصلاة على النبي من أعظم الأذكار، نعم، من أعظم الأذكار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي السبب، سبب عظيم في تفريج الهموم وغفران الذنوب كما جاء في الحديث الصحيح. لكن أعظم ذكر هو القرآن. والله أنا انتهيت معهم لحدين. قالوا ماشيين يحلفوا آخر أربعاء في الشهر، ما بينتظروا آخر أربعاء، لأن القبة زاد عندها نظامي، ما شغل بتاع شيطان يقول لك لا نظام وكذا عشان أنت تتوهم تعيس إنه القبة فيها فكي، ما في أي حاجة.